هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي وكاب كويت جروب. أهلا بكم. تقدمت الحكومة الكويتية بخطة لإعادة هيكلة التركيبة السكانية والاستغناء عن أكثر من نصف مليون وافد تضمنت العمالة المخالفة والأمية ومن تجاوز عمر 60 عاما. وعلى الرغم من الكل يتفق على ضرورة إعادة هيكلة التركيبة السكانية، إلا أن هناك من يرى ضرورة عمل دراسة وافية وخطة زمنية محددة لتحقيق ذلك. ملف التركيبة السكانية وكيفية تعديلها يعود مرة أخرى بقوة على طاولة الحكومة ومجلس الأمة، وكان رئيس الوزراء الكويتي قد صرح أن الهدف هو عكس النسبة الحالية. 30% كويتيين 70% غير كويتيين، وهذا وضع في خلل وخلل كبير في تركيبتنا السكانية. المفروض والوضع المثالي أن يكون 70 كويتيين 30 غير كويتيين. ولا يختلف أحد حول ضرورة تعديل التركيبة السكانية في الكويت، إلا أن كيفية تنفيذ ذلك يشوبها الكثير من الضبابية. الحكومة تقدمت بخطة للاستغناء عن أكثر من نصف مليون وافد تتضمن ترحيل 120 ألف من العمالة المخالفة للقانون وتقليص العمالة أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما أو يعانون أمراضا مزمنة وعددهم 150 ألف، والتخلص من العمالة الأمية أو المتدنية التعليم وعددها أكثر من 90 ألف، إلا أن هذه الخطة لم تذكر جدولا زمنيا محددا. ما قدم شوية يعني شوية يحتاج كثير من التحليل، لأن لما يوني الحكومة تتكلم على المدى القصير تبي تخفض 350 ألف، والمدى القصير طبعا ما تحدد المدى القصير هو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، ما تكلم عنها. ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3.5 مليون شخص، يعمل أكثر من 700 ألف منهم خدم في المنازل، إلا أن أحد لا يرغب في النظر لهذه الفئة كونها تمس المواطنين بصورة مباشرة. إحنا لو بنتكلم بس على العمالة المنزلية نتكلم عن 750 ألف بس العمالة المنزلية، يعني نص سكان عدد الكويت بالضبط. إحنا 1450 كويتي 750 ألف عمالة منزلية، هذه بس العمالة المنزلية. أنت لما تبي تقلل الخدم لازم تطالع الفكر والثقافة السكنية عند الكويتي. أنت لما تعطيه قسيمة 400 متر وتعطيه نسمة بناء 210 وتسمح له يبني 3 أدوار وسرداب، زين؟ انت غصبا على المواطن قاعد تقول له روح جيب خادم، لان بيت بهالحجم ما يدر لا ربة الاسره ولا رب الاسره ولا الاولاد يقولون يعني يعتنون في بيت بهالحجم، يضطرون يحتاجون 3-4 خدم. فانت ثقافه السكن اللي انت ماشي فيها مو تشجع، تؤدي الى زياده الحاجه في العماله المنزليه. اليوم حجم العمالة الوافدة اللي تعمل في القطاع الحكومي لا تتجاوز 100 ألف، بينما حجم العمالة المنزلية تشكل 700 ألف شخص. واقعيا كل كويتيين اثنين لازم يقابلهم عامل منزلي واحد. ويرى البعض أن فكرة الاستغناء عن من أتم 60 عاما قد يحرم البلاد من أصحاب الخبرات، وقد لا يكون معيارا واقعيا في تقييم أصحاب بعض المهن. تكلم تقول 60 سنة، خلينا ندخل على الجزء الخاص بالحكومة. زين يا الحكومة، أنتم ما تعرفون عندكم قضاة؟ ما تعرفون عندكم دكاترة بالجامعة؟ ما تعرفون عندكم أطباء؟ هذه الناس سنة فوق 60 وطالع هي الخبرات المشهودة. وبخلاف فئة الخدم، الشارع الكويتي متضامن مع مبدأ تعديل التركيبة السكانية، مع التأكد أن يتم ذلك بشكل مدروس ومنظم حتى لا يؤثر على الخدمات المختلفة. تعديل التركيبة السكانية ما يأتي بقرار هكذا، إنما عملية مدروسة للقطاعات مختلفة القطاعات عندنا في الكويت واحتياجاتها في كل قطاع والمهن الفنية وغير الفنية اللي نحتاجها. إن مو مسألة إن في شيء بيننا وبين الوافدين، وهذا الله يحفظهم إن شاء الله وقعدوا بالبلد، وهذا
بس ولكن احنا نبي نكون مواطنين اكثر من وافدين، المفروض يكون اكثر من وافدين. ورحيل 500,000 اخر العام يكون افضل ان شاء الله. بس مو الكل ممكن يترحل يعني، لان مثل هذه العماله اللي يقولون عليها انها مو متعلمه او كذي، العمال البناء، عمال عفوا تبكرم السباكين، الكهربية، الفنيين البسيطين، يعني انا اعتقد ان هذول يعني تحتاجهم الدوله. اي يعني مو الكل لازم يترحل، الا اذا ان الدوله عندها رؤيه بحيث ان يعني توفر بديلهم من الكويتيين نفسهم، ولا اعتقد ان هذا متوفر بالوقت الحالي. ومن الأمور اللافتة أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون عرف باسم قانون كورونا، يهدف إلى منح أصحاب العمل المرونة لخفض الرواتب بعد موافقة العامل خلال فترة كورونا التي أثرت على معظم الأعمال. القانون تم رفضه من قبل مجلس الأمة خوفا على العمالة الوطنية في القطاع الخاص والتي تبلغ نحو 72,000 مواطن، إلا أن اللافت أن هناك من يرى أن هذا القانون فرصة للتخلص من العمالة الوافدة. فكانوا بيحطون في قانون فقط يصير التخفيض على الأجنبي، قال ما يصير عدم الدستورية، لازم نحلها في مادة ثانية أخرى، نضيف مادة بحيث نعالج الكويتي ما يتأثر، فإن يكون التخفيض يشمل الاثنين لكن المادة الأخرى، المادة الثانية تحمي المواطن الكويتي، لأنك أنت عندك 1,650,000، هذه فرصة لك في جائحة كورونا تتخلص من هذا العدد، سواء في تخفيض الرواتب، في إنهاء العقود بالنسبة لهم. إنما المادة 2 في القانون هذه تحمي المواطن الكويتي، هذه غفلت عن كثير من الأخوة الزملاء النواب لأن أصلاً ما قرأوا التقرير. والدعوة لتقليص أعداد الوافدين شهدت موجات من الصعود والهبوط خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من أن أزمة كورونا سلطت الضوء على القضية، إلا أن قرب موعد الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر القادم جعلها أحد الملفات الرئيسية في الحملات الانتخابية. بالاستجواب لما جاني أحد الأشخاص إنه يبي يعمل معاه يعني تسوية، قلت له أول شيء يصدر قرار بمنع الاستعانة بالوافدين للموسم 2021 ويلتزم فيه، أول شيء يسوي القرار وبعدين نشوف، أول قرار وبعدين الإعلانات والاتفاق على. قال لا ما أقدر أسوي إعلان منع الاستعانة بوافدين، قسما بالله العظيم إن هذا الكلام اللي صار يوم الأربعاء. ويرى المراقبون أن تعديل التركيبة السكانية لا يقتصر على ترحيل أعداد من الوافدين، لكن يجب أن يتم ذلك مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للدولة من الفئات المختلفة وتأثير مغادرة هذه الأعداد على القطاع الاقتصادي والخدمات في البلاد. 41 نائبا في البرلمان الكويتي اقترحوا تأجيل أقساط البنوك للمواطنين لمدة 6 أشهر أخرى، وكانت البنوك الكويتية كانت قد أجلت أقساط القروض لمدة 6 أشهر تنتهي في شهر سبتمبر القادم، وذكرت البنوك أن كلفة تأجيل الأقساط بلغت 380 مليون دينار. دعوة 41 نائبا من نواب مجلس الأمة إلى تأجيل سداد قروض المواطنين الكويتيين 6 أشهر أخرى تعني قياسا على ما حدث في الأشهر الماضية أن تتوقف المصارف عن تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية ومدفوعات بطاقات الائتمان، وهي دعوة قد تكلف المصارف حوالي 380 مليون دينار. احنا في اول شيء اجرينا موضوع طبعا تاجيل اقساط القروض الاستهلاكيه والمقسطه لمده 6 شهور من غير اي غرامات. بالنسبه للشركات كان القرار في اول يوم اجتمعنا. كانت المصارف قد استجابت لحملة بتأجيل المدفوعات 6 أشهر تبدأ في إبريل وتنتهي في سبتمبر، وذلك في إطار التخفيف من تداعيات كورونا، وألحق ذلك التأجيل كلفة ثقيلة بإيرادات المصارف عن الفترة الماضية سيما الربع الثاني، وتفاوت حجم التكلفة بين 130 مليون دينار لبنك الكويت الوطني و96 مليون دينار لبيت التمويل الكويتي، وبين 11 مليونا لبنك وربة، وأكثر من 40 مليون دينار لبنكي الخليج وبوبيان. التأثر مثل ما هو مولا بحدود 48 مليون دينار، هذا تم تخفيض فيها أو توجيهها إلى حقوق الملكية، يعني ما كانت مبينة في حساب أرباح والخسائر.
وسعى البنك المركزي إلى تخفيف أثر هذه الخطوة وطلب من المصارف خصمها من الأرباح المحتجزة وإعادة تسديدها بواقع 25%، لكن تمديدا آخر إلى جانب تباطؤ عام في الائتمان وتراجع في ترسية المشاريع الكبرى وخفض في أسعار الفائدة قد يعني أثرا ثقيلا على مداخيل وأرباح المصارف للعام الحالي. التحدي الأكبر راح يكون إلى أي مدى اليوم استراتيجيات البنوك قادرة على التوائم مع هذه الجائحة التي حصلت، ومستويات التعافي المتوقعة التي قد تمتد إلى سنتين أو ثلاث سنوات خلال الفترة القادمة. فالسؤال دائما الذي يطرح من رؤساء مجالس الإدارات، أعضاء مجالس إدارة ورؤساء تنفيذيين، إلى أي مدى البنك أو المؤسسة المصرفية قادرة على الاستمرار في مؤشراتها وفي تحقيق العوائد الخاصة فيها، وأيضا خدمة خلينا نحكي التوجهات الاستراتيجية الخاصة فيها. اختلفت الآراء بشأن تأجيل آخر في سداد أقساط القروض بين معارض يرى الدعوة ضررا اقتصاديا وتكسبا انتخابيا، ومؤيد يرى التأجيل مستحقا في ظل تداعيات ضاغطة على الجميع. وسواء أخذ بالاقتراح أم لا، فإن البنوك تواجه عاما تجاوز فيه تحدياته وصعوباته الأزمة المالية العالمية وتداعياتها. بعد الفاصل، شركة شمال الزور أول شركة من نوعها تدرج في بورصة الكويت، كونوا معنا. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. وكاب كويت جروب. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة. بيت التمويل الكويتي. وكاب كويت جروب. أهلا بكم. تستقبل بورصة الكويت يوم الأحد شركة شمال الزور للكهرباء والمياه، والتي ستدرج ضمن مكونات السوق الأول. وتعد شركة شمال الزور أول شركة من نوعها تدرج في بورصة الكويت. شركة شمال الزور للطاقة والمياه التي ستدخل بورصة الكويت وتدرج ضمن مكونات السوق الأول تحمل ميزة الأولى على أكثر من صعيد، فهذا هو أول إدراج من نوعه كويتيا وخليجيا، والشركة هي أول شركة خاصة تعمل في مجال توليد الطاقة الكهربائية، كما أنها أول شركة تؤسس وتعمل تحت مظلة قوانين هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. فراح تكون أول شركة تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية تمارس نشاط توليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر، ونفس المسار راح يأخذ مشروع أم الهمال، وبالتالي هذه المشاريع على المدى المتوسط راح تعطي عمق لسوق الأوراق المالية، وراح تعطي تنوع، وراح تفتح آفاق جديدة للمستثمرين اللي يحبون يتداولون هذا النوع من الأسهم. طبعا شركة شمال الزور تعد أول شركة تحت هيئة الشراكة بين قطاعين العام والخاص، هذا ما بعد كان اكتتاب الشركة في 50% من رأس مالها، وجذب حوالي 127 ألف مساهم، ما يعادل حوالي 127% كتغطية على الاكتتاب. وتعتبر شمال الزور للطاقة والمياه هي الثمرة الأولى للمشروعات وفق مفهوم الشراكة، والشركة تعمل حاليا وتوفر 10% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية و20% من إجمالي تحلية المياه في الكويت. وتعتبر الشركة فرصة استثمارية، فهي بلا مخاطر سوقية تقريبا، وهي مضمونة الإيرادات بعد أن وقعت عقدا تشتري الحكومة بمقتضاه كافة إنتاجها للأربعين سنة المقبلة. صحيح، لدينا عقدا مدته 40 عاما، وهو أمر غير مسبوق في المنطقة، فسنكون جزءا من المشهد الكويتي لسنوات كثيرة قادمة، وإنتاجنا من الكهرباء والماء يفوق ما كنا نتوقعه. وبالطبع نحن شركة ذات ربحية، والمشروع حتى الآن يمضي بشكل جيد جدا. As I say, operating extremely well.
ويبلغ رأس مال شركة شمال أزور 110 ملايين دينار، وتتوزع خارطة ملكياتها على 10% لصالح الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية مجتمعين، و40% للتحالف الاستراتيجي، وتوزعت 50% المتبقية على 67 ألفا من المواطنين الذين اكتتبوا في الحصص المطروحة والمسموح به من الأسهم. احنا نرى ان الشركة لها ان شاء الله مستقبل واعد، والمساهمين في السوق الكويت وفي الخارج ان شاء الله راح يرونها في نظرة ايجابية، خاصة بعد ان شاء الله ترقية بورصة الكويت الى سوق ناشئ. انت لما تتملك حقوق ملكية في هذا المشروع، هذا المشروع حجمه ليس فقط مقصور على رأس ماله اللي يتم توزيع الأسهم من خلاله، ولكن على حجم أصوله اللي يتم تمويلها ما بين رأس مال وما بين قروض، وبالتالي هو يأخذ حقوق ملكية في هذا المشروع. وبعد شمال الزور من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة إدراجاً آخر نوعياً هو شركة بورصة الكويت، وهي وإن اختلفت عن شمال الزور فإنها تتشابه معها في توزيعة خارطة الملكيات بين الحكومة والمالك الاستراتيجي وعدد كبير من المواطنين. استمرت الشركات المدرجة في بورصة الكويت إعلان نتائج النصف الأول من العام، حيث تراجعت أرباح البنوك بصورة ملحوظة، ومن المتوقع أن تسجل كثير من الشركات الخسائر. أعلن بيت التمويل الكويتي نتائجه المالية عن النصف الأول من العام 2020، والتي حقق فيها 57 مليون دينار، بنسبة انخفاض بلغت 47% عن نفس الفترة من العام السابق. رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق قال إن صافي إيرادات التمويل للنصف الأول ارتفع إلى 295 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 18%. ولفت المرزوق إلى أن البيئة التشغيلية الصعبة والظروف الاقتصادية الحالية الناتجة عن تداعيات كورونا أثرت على معدلات الأرباح في النصف الأول، وزاد البنك حجم المخصصات الاحترازية للحفاظ على جودة التمويلات. بنك الخليج أعلن عن نتائجه المالية، حيث حقق أرباحا صافية بقيمة 12 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، بتراجع بلغ 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. تكبدت مجموعة الامتياز الاستثمارية خسائر عن النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 14 مليون دينار، وقال نواف معرفي الرئيس التنفيذي للمجموعة إن أغلب الخسائر كانت غير محققة نتيجة لانكشاف المجموعة على القطاع العقاري الذي تأثر بعملية إعادة تقييم الأصول. طبعا احنا بشكل رئيسي تأثرنا بسبب انكشافنا على القطاع العقاري، والذي أدى إلى خسائر غير محققة في القيمة العادلة لهذه العقارات، بالإضافة إلى انخفاض في القيم لبعض الأسهم المدرجة، يعني خاصة في شهر مارس الماضي، والتي أثرت بشكل كبير على أداء الربع الأول. طبعا كنت لاحظت في تفاوت ما بين أداء الربع الأول والربع الثاني، ومثل ما ذكرنا يعني بسبب بعض الأسهم المدرجة، بالإضافة إلى تطبيق المعيار المحاسبي الذي يحتم علينا أن إحنا نسجل يعني تلك الخسائر في أقرب فرصة أو في أقرب موازنة، والتي كانت في شهر مارس. ومثل ما شفته صار في تحسن في الربع الثاني من ناحية الأداء التشغيلي، وايضا في الارتفاع في قيمه بعض الاصول المدرجه. واذا تسمح لي استاذ اسامه، يعني احنا نبي نبين ان مجموعه الامتياز من حيث مركزها المالي لا زال جيد، لدينا اصول بواقع 367 مليون دينار كويتي، ولدينا حقوق المساهمين تقريبا تبلغ 199 مليون دينار كويتي، وتحظى المجموعة بسيولة جيدة إن شاء الله تساعدها على المرحلة المقبلة، ويعني على الاستمرار في يعني التحسن في الأداء.
ما هي في رأيك أكثر القطاعات التي تضررت؟ تحدثت عن القطاع العقاري، أريدك أن أيضا تلقي ببعض الضوء على مغزى القيمة العادلة التي تأثر. يعني بالنسبة للقيمة العادلة هي طبعا انخفاض في القيم المسجلة في الدفاتر بناء على التقايم لهذه الأصول، وطبعا هي غير محققة وتسجل في الدفاتر. نعود إلى القطاعات، طبعا القطاعات تأثرت يعني لأسباب عدة. يعني طبعا احنا الأعمال توقفت يعني خلال فترات الحظر الكلي، توقف يعني عمليات التصدير، وأيضا تأثرنا في يعني أمور التحصيل والتأخر في الدفع. لا شك أن يعني احنا نعمل في قطاعات في دول مختلفة، وكل دولة تتعامل مع الأزمة يعني بسياسة مختلفة. وهنا نقطة نود أن يعني نوقف لها شوية، دور الجهات الرسمية والحكومات دور مهم، ونرى احنا عندنا هنا بالكويت أن هذا الدور إما أنه إلى الآن متواضع أو في بعض القطاعات مفقود وبشكل ملحوظ. دعم ومساندة الشركات المكشفة على هذه القطاعات المتأثرة مهم جدا، ومن أهم هذه القطاعات احنا برأينا المتواضع هو القطاع الاستثماري، وهذا يعود على العديد من الشركات العاملة والتشغيلية لمعالجة أوضاعها، ونأمل أن يعني يتم دعم القطاع الاستثماري كجزء من حل شامل لأوضاع الشركات العاملة في القطاع الخاص. طيب أستاذي، على مدى السنوات الماضية يعني مجموعة الامتياز ومن خلال أذرعها المختلفة دخلت في العديد من المشروعات، وخصوصا مشروعات هندسية، مشروعات بنيوية وغيره. مصير هذه المشروعات، هل تأثرت هي الأخرى بالجائحة، وما مصيرها بالنسبة في النهاية إلى الشركة الأم؟ طبعا احنا عندنا يعني مشاريع تنفذها شركات عدة في قطاعات مختلفة، وهذه ما زالت قائمة ومستمرة، وتأثرت مثل باقي المشاريع بسبب الحظر الكلي أو الجزئي أو مثل ما ذكرنا قبل قليل. طبعا مثل ما ذكرت لكم القطاع العقاري هو أكثر قطاع تأثر، ولكن لدينا بعض القطاعات التي استفادت من هذه الأوضاع. على سبيل المثال مصانع الأدوية، مصانع الأدوية توسعت بشكل جيد وأنشطتها يعني ارتفعت وأدائها ارتفع يعني خلال هذه الفترة. نفس الوقت عندنا احنا استثمار في القطاع التعليمي في جامعة عمان العربية، وتحولت الجامعة يعني توجهت إلى استخدام التكنولوجيا للتعليم عن بعد، وهذا طبعا ساعد الجامعة بأنها تستمر في أنشطتها وتتوزع. طبعاً هنا نقطة مهمة، هذا يخلق أو يبين أهمية خلق التوازن في المحفظة الاستثمارية ما بين قطاعات مختلفة، والذي يعطي يعني القدرة على الصمود ومواجهة الصدمات والأزمات. منظوركم أنتم وكيف تستعدون لما هو قد؟ ومثل ما ذكرت يمكن في البداية، الشركة لديها سيولة جيدة ومركز مالي جيد، هذه راح تساعدنا إن شاء الله في اقتناص الفرص القادمة، ونحن نرى أن في فرص مميزة في هذا السوق. وفي هذا الضوء يعني خطتنا الاستثمارية لا زالت قائمة، ونتوقع أن تعود يعني على المجموعة بشكل إيجابي في السنوات القادمة وإن شاء الله، وفي القطاعات المستهدفة. وإحنا طبعاً راح نستمر في التحوط من حيث ترشيد المصاريف، ومن حيث يعني الحفاظ على السيولة على مستوى الشركة الأم، وأيضاً على مستوى الشركات التابعة، ونأمل يعني هذا راح يعزز موقف الشركة على وأدائها على السنوات القادمة إن شاء الله.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عين على الكويت. نراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله. هذا البرنامج برعاية المركز كلمة ثقة، بيت التمويل الكويتي، وكاب كويت جروب.